فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول إنها طبيبة في أوروبا وتستشار في بعض الأمراض للأطفال وتذهب للأطفال في بيوتهم، تقول أحيانا يحضر الأب أثناء علاج الطفل مع أمه عند تلك الاستشارة، هل يجوز لي هذا العمل وحضور الأب أثناء علاجي؟ حضور الأب؟ نعم. أعيد السؤال. تقول إنها طبيبة في أوروبا وتستشار وتعالج بعض الأمراض للأطفال في بيوتهم، أحيانا تقول يحضر الأب مع الأم عند تلك الاستشارة أو العلاج، هل يجوز لي هذا العمل عند حضور الأب أثناء علاجي للطفل؟ إيش المانع؟ هذا علاج، ما هو يعني هذا علاج وإحسان إليه، فلا مانع من ذلك. انتهى.